السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنتكلموا على لو شوا اوبتيمال ديال الكونسوماتور، يعني احسن اختيار يمكن يدير الكونسوماتور. اوكي، بوغ سولا عندي دو كونديسيون خصهم يحترمهم الكونسوماتور. خاص طو مارجينال دو سوبستيتيسيون، هضرنا عليه، شوفوا الفيديو ديالو اللي كيساوي لو تيتي مارجينال دو اكس على لو تيتي مارجينال دو واي. سمعوني مزيان شنو كنقول، خاصو يساوي، راه ما كيساويش، خاصو يساوي لو رابور دو بري، يعني بي دو اكس على بي دو واي. اوكي، الشرط الثاني، دوزيام كونديسيون، خاص الكونسوماتور يحترم العائق المالي ديالو، لا كونترانت بيجيتير. درنا على اون فيديو كور اي ابليكاسيون، شنو هي كونترانت بيجيتير؟ هو الثمن ديال المنتوج بي دو اكس في كونتيتي ديالو اكس بلس الثمن ديال منتوج اخر ايكغيك، باغ اكزومبل بي دو ايكغيك في ايكغيك، ما خاصوش يفوت ليا الغوفوني ديالي. شوفوا اون ابليكاسيون نيميريك باش نفهموا اكثر. عندي ان كونسوماتور كي ديسبوز دو لا فونكسيون ديتيليتي سويفونت، ديتيليتي ديالو كتساوي 2 اكس ايكغيك. اوكي، اي كونساكر كونسوماسيون دو دو بيان اكس ايكغيك، عنده غوفوني دو 20 درهم، البري ديال المنتوج اكس بي دو اكس ايكغال 20، بي دو ايكغيك ايت ايكغال 4 درهم، 4 درهم. اوكي، السؤال مطروح، قالوا لي دوني لي كونتيتي اوبتيمال دو اكس ايكغيك، قدروا تطرحوا لكم هذا السؤال بصيغه اخرى، دوني لي كونتيتي دو ليكيليبر دو اكس و ايكغيك. اوكي، اول حاجه نحسب تي ام اس. شنو هو تي ام اس؟ تي ام اس قلنا هو لوتيتي مارجينال دو اكس غنديريفي بارابور اكس، لوتيتي مارجينال دو اكس نديريفي لا فونكسيون ديالي بارابور اكس. الا درت هنا الشقاق بارابور اكس غتبقى عندي هي 2 ايكغيك. اوكي، لوتيتي مارجينال دو ايكغيك غنديريفي بارابور ايكغيك، الا درت هنا ديريفي بارابور ايكغيك الشقاق بارابور ايكغيك غتبقى عندي 2 اكس في الاخر ايكغيك سير اكس. شنو هو لا سينيفيكاسيون ديال هاد تي ام اس في الحاله ديالنا؟ لكل واحد من اكس الكونسوماتور اي بري ا كونساكري اون اونيتي دو ايكغي. ها هو تي ام اس حسبتو، شنو قلنا؟ خاصو يساوي لو رابور دو بري، هادشي اللي خرج ليا، خاصو يساوي، ندير كولو اخر، خاصو يساوي لو رابور دو بري بي دو اكس دو بي دو ايكغي 4. اوكي، نخدم على هاد المتساويات، نقدر نجبد اكس اون فونكسيون دو ايكغيك ولا ايكغيك اون فونكسيون دو اكس. هنا 2 اكس ايت ايكال 4 ايكغيك، 2 اكس ايت ايكال 4 ايكغيك، جداء الوسطين كيساوي جداء الطرفين. اوكي، 2 اكس ايت ايكال 4 ايكغيك، سي بون. غتولي عندي هنايا اكس ايت ايكال 4 سور 2 اللي هي 2 ايكغيك. هاني جبت اكس اون فونكسيون دو ايكغيك، صافي واضحة. بعد ما جبت اكس اون فونكسيون دو ايكغيك، نشد هادي ونعوضها في لا كونترينت بيجيتير ديالي. نكتب لا كونترينت بيجيتير ديالي، بي دو اكس هي جوج نضربها في اكس، بي دو ايكغيك هي 4 نضربها في ايكغيك، الغوفوني هو 20. اوكي، نعوض في الفونكسيون ديالي، غتولي عندي 2، شنو هي اكس؟ لازم عندي اكس كتساوي 2 ايكغيك، دونك اكس ديالي غنعوض هاد اكس ديالي غنعوضها 2 ايكغيك، صافي؟ بلس 4 ايكغيك ايت ايكال 20، صافي؟ شوية عليا، 2 فوا 2 هي 4، 4 ايكغيك بلس 4 ايكغيك ايت ايكال 20. شنو عندي؟ تولي عندي هنا 8 ايكغيك ايت ايكال 20، ايكغيك ايت ايكال 20 سير 8. إلا بغيتو تبسطو يمكن لكم تبسطوها. أوكي، لقيت إيكغيك، نمشي نقلب على إكس، إكس كانت عندي هي 2 إيكغيك لقيتها. أوكي، باش نلقى دابا إكس القيمة ديالها، شنو غادي ندير؟ نشد ايكغيك ونعطيها القيمة ديالها اللي لقيت، ايكغيك كتساوي 20 سير 8، دونك غتولي عندي 2 فوا 20 سير 8 اللي هي اكس ايت ايكال 40 سير 8. سي بون، هاي لقيت لي كونتيتي اوبتيمال
ديال اكس واي. بو ريكابيتولي اول حاجه كنحسب التامس اللي هو الاتيتا مارجينال دو اكس على الاتيتا مارجينال دو واي كنساويه مع لو رابور دو بري بي دو اكس على بي دو واي. كنجبد اكس اون فونكسيون دو واي ولا واي اون فونكسيون دو اكس كما بغيتو. هذه هي ليطاب الاولى. ليطاب الثانيه كنشد هذاك الشيء اللي لقيت مثلا اكس ونجي نعوضها في الكونترينت بيدجيتير ديالي. سي بون سي فيني بالنسبه لهاد لابليكاسيون على الشوا اوبتيمال. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis.